الرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية. بمشاركة القوات المسلحة ختام فعاليات تدريب البحرية المشترك الموج الأحمر 5% الإقليمية السعودية. إيطاليا تقول إن الحرب العالمية للخبز قد انطلقت بسبب منع تصدير القمح الأوكراني. التاسعة في القاهرة أسباب توقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصرية، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه. وخلال لقاء مع وزير العدل المستشار عمر مروان، وجه الرئيس السيسي بقيام أجهزة الدولة المعنية بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية، وقد وجه السيد الرئيس بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه، وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن. كما وجه السيد الرئيس بقيام أجهزة دولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية. وفي هذا الإطار استعرض المستشار عمر مروان الجهود الجارية من قبل الوزارة لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل استعرض كذلك الجهود المبذولة من جانب رجال القضاء المصري لتحقيق العدالة الناجزة بالتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يوميا أمام المحاكم المصرية بكافة أشكالها. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمنح وسام يخصص للسادة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين، أولا لاسم من توفي منهم تقديرا لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى وسام القضاء المصري. كما وجه السيد الرئيس بمنح شهادات تقدير موقعة من سيادته لأعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائي. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر مايو الماضي. وأثنى مدبولي على جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات المواطنين تتعلق بالقطاع الصحي وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم وبالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية، مؤكدا أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة في رفع المعاناة عن المرضى وذويهم وتوفير كل سبل الدعم الممكنة لهم تنفيذا للتوجيهات الرئاسية. تفقد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي إحدى الورش الرئيسية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة. وأثنى وزير الدفاع على الجهد الذي يبذله رجال إدارة الأسلحة والذخيرة لرفع القدرات الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات وحرصهم على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق في نظم التسليح العالمية. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إحدى الورش الرئيسية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة، والذي يأتي في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة
بالمتابعة المستمرة لعملية التطوير والتحديث للأجهزة والمعدات لمختلف الهيئات والإدارات التخصصية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. واستمع القائد العام للقوات المسلحة لشرح مفصل لأسلوب العمل والتطوير الذي تنتهجه إدارة الأسلحة والذخيرة في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع في مجال التسليح. كما افتتح مركزاً لتطوير الأسلحة الصغيرة بالورش الرئيسية، والذي تم تجهيزه بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة، بما يمكن المختصين من تحقيق الاستفادة القصوى من المركز ومواكبة التطور العالمي في مجال الأسلحة الصغيرة. أعقبه المرور على عدد من الأقسام المختلفة والتي تعمل وفقاً لأحدث أساليب التأمين الفني في مجال الصيانة والإصلاح، بما يدعم تحقيق التطور العلمي المتلاحق في تلك التخصصات. وأثنى الفريق أول محمد زكي على الجهد الذي يبذله رجال إدارة الأسلحة والذخيرة لرفع القدرات الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، وحرصهم على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق في نظم التسليح العالمية. كما طلبهم بالعمل على تنمية المهارات العلمية والفنية لدعم منظومة التأمين الفني بالقوات المسلحة وفقاً لأحدث نظم الجودة العالمية، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الوطن وصون مقدساته. اختتمت فعاليات التدريب البحرية المشترك الموج الأحمر 5 بمشاركة مصر والسعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن، والذي استمر لمدة عدة أيام بالمياه الإقليمية السعودية. ويأتي التدريب الموج الأحمر 5 استمرارا للتنسيق العسكري الدائم والمستمر بين الدول المطلة على البحر الأحمر، وتأكيدا على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة للدول المشاركة من تنسيق وتوافق أظهر مدى تفوقها في قدراتها العسكرية، خاصة في مجال الأمن البحري. اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك الموج الأحمر 5 بمشاركة كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجيبوتي والسودان واليمن، والذي استمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. اشتملت المرحلة الختامية للتدريب على تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيراني لعناصر القوات الجوية. فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية للقوات واستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه، تمهيداً لتقدم القوات وتنفيذ الاقتحام بنجاح. كما نفذت القطع البحرية المشاركة بالتدريب الرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية، كذلك التدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة وحماية سفينة ذات شحنة هامة. هذا بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة أظهرت التجانس الكبير بين الوحدات المشتركة في التدريب. يأتي التدريب الموج الأحمر 5 استمراراً للتنسيق العسكري الدائم والمستمر
بين الدول المطلة على البحر الأحمر، وتأكيدا على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة للدول المشاركة من تنسيق وتوافق، أظهر مدى تفوقها في قدراتها العسكرية خاصة في مجال الأمن البحري. حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي قائد القوات البحرية الملكية السعودية، واللواء بحري أركان حرب أشرف عطوة قائد القوات البحرية المصرية، وعدد من قادة القوات البحرية للدول المشاركة في التدريب. واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكل صورها، وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 36,838 قضية تمونية متنوعة، من بينها 491 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت أكثر من 12,000 اسطوانة، وضبط 77 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت أكثر من 361,000 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 171 قضية بيع سلع تموينية مدعمة في السوق السوداء بمضبوطات بلغت قرابة 15 طن ونصف سلع غذائية متنوعة، وضبط 37 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت ما يزيد على 40.5 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 7,339 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت ما يقرب من 892.5 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية ومواد البناء، تم ضبط 101 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 909 طن سلع استراتيجية و162 طن مواد بناء، إضافة إلى ضبط 13 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 227 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 753,569 مخالفة مرورية متنوعة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 14,038 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 641 سائقا منهم. كما تم المرور على 1029 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1744 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 10 حالات. كما تم فحص 1536 مركبة وتبين مخالفة عدد 47 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 1761 سيارة و239 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 56,734 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 344,243 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت أكثر من 281 مليون جنيه. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1157 قضية، من بينها 697 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وضبط 436 قضية
في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت أكثر من 6000 نسخة من كتب أدبية وملازم تعليمية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 283 قضية بقيمة مالية بلغت قرابة 550 مليون ونصف جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 6249 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 10 مليار و742 مليون جنيه. قيمة تعاملات مالية مخفية لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 16 مليون و989 ألف و173 جنيها. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط قرابة 400 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 37 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع والاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 27 طن مواد غذائية وغير غذائية. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع أزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 6 أطنان. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 628 قضية من بينها 95 قضية خبز ناقص الوزن و80 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. هذا وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 92 طن أقمح محلية. قال وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا إن الدعوات لتجنب إهانة روسيا لن تؤدي إلا إلى إهانة فرنسا وكل دولة أخرى تطالب بذلك. تأتي تصريحات الوزير الأوكراني ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إن من الأهمية بمكان ألا تتعرض روسيا للإهانة حتى يتسنى إيجاد حل دبلوماسي عندما يتوقف القتال في أوكرانيا. وأضاف ماكرون أنه يعتقد أن باريس ستلعب دور الوساطة لإنهاء الصراع. قال مفاوض أوكراني إن بلاده ترغب في تعزيز مواقعها على الأرض بمساعدة شحنات الأسلحة الجديدة التي تستلمها من الغرب قبل استئناف محادثات السلام مع روسيا. وأوضح المفاوض الأوكراني أن قوات المسلحة الأوكرانية جاهزة لاستخدام الأسلحة الجديدة، ومن ثم يمكن بدء جولة جديدة من المحادثات من موقف قوي. وقالت أوكرانيا إنها استعادت السيطرة على جزء من مدينة سيفرودونيتسك الصناعية في منطقة لوانسك محور هجوم روسي للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية. أعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على جزء من مدينة سيفرودونيتسك في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، وذلك في ظل احتدام القتال مع قوات روسية. وصرح حاكم منطقة لوهانسك سيرجي غاداي بأن القوات الأوكرانية استعادت 20% من الأراضي التي كانت قد فقدتها في سيفرودونيتسك. بينما تركز روسيا جهودها على إحكام قبضتها على مناطق شرق أوكرانيا ولا سيما إقليم دونباس، تقاتل القوات الأوكرانية بشراسة في محاولة للدفاع عن سيفيرودونيتسك المدينة الصناعية التي تعد آخر معاقلها في الشرق. السلطات الأوكرانية اعترفت بأن غالبية المدينة باتت حاليا في قبضة الجيش الروسي، لكنها لا تزال تقاوم في مسعى لمنع روسيا من إعلان استكمال مرحلة السيطرة على دونباس، حيث أكدت كييف أنها أجبرت القوات الروسية على التراجع في سيفيرودونيتسك كبرى مدن دونباس. وبعد 100 يوم على اندلاع المعارك في أوكرانيا، قد يمكن سقوط سيفيرودونيتسك موسكو من البحث عن مكاسب أخرى على مائدة التفاوض أو تطوير هجومها جنوبا وغربا وتوسيع دائرة عملياتها العسكرية.
وعلى العكس تسعى كييف للحيلولة دون حسم عسكري في الشرق لتبقي على أوراقها خلال مفاوضات محتملة مع الروس، وهو أمر يدركه على الأرجح الكرملين الذي يسعى للذهاب إلى مائدة المفاوضات في هيئة المنتصر. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو إن أسعار الغذاء العالمية تراجع بشكل طفيف في مايو الماضي للشهر الثاني على التوالي باستثناء أسعار القمح التي واصلت ارتفاعها. وبعد ارتفاع قياسي في مارس بسبب الأزمة الأوكرانية انكمش مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يتتبع التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من المنتجات الغذائية الأساسية بنسبة 0.6% تحت تأثير انخفاض سعر الزيوت النباتية. وتتوقع الفاو كذلك ولأول مرة منذ 4 سنوات انخفاض إنتاج الحبوب عالميا إلى 2.7 مليار طن، أي أقل بمقدار 16 مليون طن من الإنتاج القياسي المقدر عام 2021. تواصل الأزمة الأوكرانية إلقاء ظلالها على قطاعات مختلفة ضمن الاقتصاد العالمي، ومن بين أهم تلك القطاعات الأمن الغذائي العالمي الذي تأثر بشكل كبير إثر الأزمة، كون أوكرانيا واحدة من بين أكبر مصدري الحبوب وزيت الطهي في العالم. للأزمة الأوكرانية تأثير يتعدى حدودها، فإلى جانب تأثيرها المدمر على الاقتصاد العالمي، أربك الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية إمدادات الغذاء في العالم. تعد أوكرانيا أحد مصادر الحبوب وزيت الطهي في العالم، لكن إمداداتها انقطعت عن السوق بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، وهو ما سبب نقصاً كبيراً في الغذاء خاصة للدول الفقيرة التي تعاني بالأساس. هكذا وصف منسق الأمم المتحدة المعني بالأزمة الأوكرانية الوضع في حال نقص الحبوب، معتبراً أن عدم فتح الموانئ سيؤدي إلى مجاعة وزعزعة استقرار وهجرة جماعية في أنحاء العالم. بالنسبة لأوكرانيا والولايات المتحدة وحلفائها، فيلقون باللائمة على موسكو في محاصرة موانئ البحر الأسود التي قامت أوكرانيا بزرع الألغام فيها لمنع هجوم برمائي روسي. من جانبها تلقي موسكو باللائمة على العقوبات الغربية. ورغم تلك الاتهامات المتبادلة، أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالمنظمة مارتن جريفيس أجرى محادثات وصفت بالبناءة مع المسؤولين الروس، تركزت حول تسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود. بحسب الرئيس السنغالي ماكي سال، وبعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، فإن بوتين أبدى استعداده لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية لتخفيف أزمة الغذاء العالمية التي تؤثر على أفريقيا بشكل خاص. حذر وزير الداخلية القبرصي نيكوس نارس من موجة تدفق جديدة للاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا خلال العام الجاري. وأرجع وزير الداخلية السبب إلى العجز الغذائي الذي تسببت فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. هذا واستقبلت إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا بالفعل نحو 36,400 طالب لجوء ومهاجر غير شرعي، وذلك بعد وصول أكثر من 123,000 مهاجر على السواحل الأوروبية خلال عام 2021. نشرة التاسعة ما زالت متواصلة وتتابعون فيها. وصول أول رحلة حج إلى السعودية لأول مرة منذ عام 2019.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود رابط إلكتروني يدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية. وأوضح المركز الإعلامي أن الرابط مزيف، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء من قرعة الحج عام 2022، وموضحا أنه يمكن للمواطنين المتقدمين للحج السياحي هذا العام الاستعلام عن نتيجة القرعة بالرقم القومي عبر موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة التابعة للوزارة. استقبلت السعودية طلائع الحجاج الآتيين من خارج المملكة للمرة الأولى منذ تفشي وباء كورونا، وتستعد السعودية للسماح لنحو مليون مسلم بأداء الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، كما أعلنت في أبريل الماضي. وبلغ عدد الحجاج عام 2019 نحو 1.5 مليون، لكن بعد تفشي فيروس كورونا في 2020 سمحت المملكة لألف شخص فقط من حجاج الداخل بأداء الفريضة، قبل أن يتم رفع العدد في العام التالي إلى 60,000 ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة. يواجه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفائه الوسطيون منافسة شديدة من ائتلاف يساري تتصاعد حظوظه، وذلك قبل نحو أسبوع من الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية. ويخوض هذا الائتلاف من الأحزاب اليسارية بقيادة جون لوك ميلانشون معركة شرسة على أمل أن يصبح قوة المعارضة الأولى في فرنسا. أما الحكومة الجديدة التي تشكلت قبل بضعة أسابيع فتجد أمامها صعوبات بفعل الاستحقاق الانتخابي. وتثير هذه الأجواء مخاوف من تسجيل نسبة عالية من عدم المشاركة، وتخطت نسبة الامتناع عن التصويت 50% في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017، مما شكل رقما قياسيا. Nous sortons à peine d'une pandémie si tant est qu'elle soit totalement terminée où la guerre est revenue. تطلق الصين مركبة فضائية غدا تحمل على متنها 3 رواد إلى الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية غير المكتملة، حيث سيعملون ويعيشون هناك لمدة 6 أشهر مع دخول بناء المحطة مراحل متقدمة. وقال مسؤول في وكالة الفضاء المأهول الصينية في مؤتمر صحفي أنه من المقرر إطلاق الصاروخ لونغ مارش 2F حاملا مركبة الفضاء شونتشو 14 من مركز جي تشون وان لإطلاق الأقمار الصناعية في الساعة 10:44 صباحا بالتوقيت المحلي، لتكون المركبة الثالثة من بين 4 مهمات مأهولة والسابعة من إجمالي 11 مهمة لازمة لاستكمال المحطة الفضائية بحلول نهاية العام. نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن طائرة خاصة دخلت عن طريق الخطأ المجال الجوي فوق المنزل الذي يقضي فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن عطلة نهاية الأسبوع، لافتا إلى أن ذلك لم يكن هجوما. هذا وقد تم نقل الرئيس وزوجته جيل بايدن لفترة وجيزة قبل أن يعود إلى مقر إقامتهما في منتجع ساحلي يبعد نحو 200 كيلومتر شرق واشنطن. وقال الجهاز الأمني السري الذي يتولى حماية المسؤولين الأمريكيين في بيان إن التحقيق الأولي يظهر أن الطيار لم يكن يستخدم القناة الإذاعية الصحيحة ولم يكن يحترم تعليمات السلطات. أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للوفد المشارك في منحة برنامج منحة ناصر القيادة الدولية الدفعة الثالثة أن الهدف من هذه المنحة هو نقل التجربة المصرية في رسوخ مؤسسة الدولة الوطنية. جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس للوفد المشارك تحت شعار شباب عدم الانحياز وتفعيل الجنوب جنوب، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 150 شابا وفتاة من مختلف دول العالم بمقر المجلس. الجولة كانت مميزة جدا، وكان رائعا جدا أن نعرف تاريخ إنشاء البرلمان وهو من أوائل المجالس في أفريقيا، ومن الرائع أيضا ما تعلمناه هنا في المبادرة والذي سنطبقه في دولنا. المنحة مدهشة، فمنذ البداية يعطون الكثير من المعلومات السرية والحصص التدريبية الكثيرة التي تحتوي على العديد من مهارات القيادة وغيرها، وسنتعلم كثيرا من هذه الزيارة ليس فقط عن مصر بل إفريقيا كلها والتعاون جنوب الجنوب. وفوق كل شيء الاستقبال المصري رائع والمصريون رائعون.
شكرا جزيلا لمصر والقيادة السياسية على هذه المنحة، وهذه الدورة مهمة لأنها تجمع مختلف الثقافات والشباب ليتعلموا معا طرقا دبلوماسية، وسنبدأ في صربيا تعاونا مركزيا مشتركا في آسيا وأفريقيا لنحيي حركة عدم الانحياز مرة أخرى. في البداية أحب أن أشكر وزارة الشباب والرياضة والرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم منحة ناصر، وما يحدث يعد فرصة كبيرة لمقابلة الشباب القياديين من مختلف دول العالم، وحتى الآن هي تجربة رائعة وأتطلع لباقي المنحة. الجولة اليوم كانت مدهشة وأعطتنا رؤية واضحة لتاريخ مصر البرلماني، ولي شرف المشاركة في هذا البرنامج، لذلك أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الشباب والرياضة. أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد حرص مصر على أن يكون مؤتمر كوب 27 للمناخ بشرم الشيخ شاملاً لجميع الأطراف والشركاء الرسميين وغير الرسميين. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسون على هامش مشاركتها في مؤتمر ستوكهولم المنعقد بالسويد لمناقشة التعاون المشترك في أجندة مؤتمر المناخ القادم كوب 27 وعدد من المبادرات المقرر إطلاقها خلاله. وأعربت المسؤولة الأممية عن سعادتها بتولي مصر رئاسة المؤتمر في هذا الوقت الحرج للعالم والذي يواجه فيه عددا من الأزمات المتصلة بالبيئة في نفس الوقت، ومنها جائحة كورونا وأزمة الغذاء وارتفاع الأسعار، خاصة وأن مصر من الدول التي لديها إدراك واع بطبيعة ما يمر به العالم. أشادت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بعمق العلاقات التاريخية بين مصر والكونغو الديمقراطية في جميع القطاعات، مبدية ترحيبها بالتعاون الثنائي بين البلدين. جاء ذلك خلال لقائها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية. تنطلق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول صحة أفريقيا غدا الأحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينعقد المؤتمر خلال الفترة من 5 إلى 7 من يونيو 2022 بمركز مصر للمعارض الدولية، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض. ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة على المستويين القاري والعالمي. ويعد المؤتمر بوابة القارة الأفريقية ومصر نحو الابتكار والتجارة ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي، تقوم من خلاله الشركات العالمية بعرض أحدث التقنيات التكنولوجية بالمجالات الطبية المختلفة. أعلنت وزارة الصحة نجاح حملة طرق الأبواب في تطعيم 2,044,000 مواطن ضد فيروس كورونا خلال 14 يوما من انطلاق المرحلة الثانية للحملة في 5 محافظات، وكانت محافظة الجيزة الأعلى في معدل التطعيم، حيث بلغ عدد المطعمين بها 499,310 مواطنين، تليها محافظة أسيوط بتطعيم 498,623 مواطن. قام وفد فني من وزارة السياحة والأثار بزيارة إلى سويسرا خلال الفترة من 29 من مايو إلى 2 من يونيو 2022، وذلك في إطار الأولوية القصوى التي توليها الدولة لملف استرداد الأثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن. وتضمن برنامج الزيارة عقد لقاء فني على مستوى الخبراء مع مديرة الإدارة المعنية بالنقل الدولي للممتلكات الثقافية بمكتب الثقافة الفيدرالي بمشاركة ممثلين من الأجهزة الفيدرالية السويسرية لبحث ملف استرداد الأثار المصرية المهربة وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الإتجار غير المشروع للآثار. قال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي أن الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه تهدف لدعم خطط وزارة الموارد المائية والري بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة أعمال وأنشطة المركز القومي لبحوث المياه واستعراض موقف الدراسات البحثية التي يقوم بها المركز. أكد وزير التنمية المحلية أهمية الاستمرار في دفع عجلة العمل بالمشروعات المستهدفة والالتزام بالجدول الزمني لإنهاء تلك المشروعات مع نهاية العام المالي الحالي.
جاء ذلك خلال اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع محافظ السويس وعدد من المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص المشروعات التنموية الجارية على أرض تلك المحافظات. كما شهد الاجتماع أيضا متابعة آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة وبمحافظة السويس، خاصة مشروعات البنية التحتية الجارية وسير العمل في المدفن الصحي الآمن بالكيلو 5 الذي تسلمته المحافظة وتم إنشاؤه ضمن منظومة المخلفات باستثمارات بلغت حوالي 35 مليون جنيه. قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيلي الشامل لكوادر وقيادة الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة قد انطلقت اليوم وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري. وأكد شعراوي استمرار جهود الوزارة لتنفيذ إدارة محلية حديثة ومتطورة في الجمهورية الجديدة من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولي للاتحاد، والذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم. تتواصل فعاليات المرحلة الثانية من معرض الأثاث صنع في دمياط بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة النصر بمحافظة القاهرة، وسط إقبال كبير على الشراء من المعرض والمنتجات الخشبية. المزيد في سياق التقرير التالي. أكثر من 5.5 مليون جنيه هي حجم المبيعات على مدار 3 أيام في معرض صنع في دمياط المقام بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وبمشاركة نحو 70 عارضا من محافظة دمياط ومن مدينة الأثاث الجديدة. عندنا منتجات كتير ومتنوعة، أنا طالع في مجال السفرة والنوم. عندنا المنتج احنا ملتزمين بنسبة خصم 25%، الحقيقة الأسعار عندنا النهاردة في المعرض فعلا أقل من الأسعار بره المعرض. المعرض الحمد لله فيه إقبال من الجمهور، واحنا منتظرين برضو في الأيام اللي جاية ان هي تبقى في الإقبال يزيد عن كده. وطبعا بنشكر مرة تانية السيد وزير الصناعة الدكتور نفين جامع ودكتورة منى العمد محافظ دمياط. احنا منتجين مصنعين ايد اولى، فبننزل للعميل للذوق العام، وبننزل للعميل ان هو ياخد المنتج جيد درجة اولى جودة اولى بسعر تنافسي. بجد السعر التنافسي غير بره وغير اي معرض بره. المعرض يشهد في يومه الرابع اقبالا كبيرا من المواطنين الذين انتهزوا فرصه الخصومات الكبيره التي يقدمها المعرض بدعم من جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره، بالاضافه الى ان المعرض في دورته الحاليه يتميز بتصميمات عصريه وجذابه تناسب جميع الاذواق. بنقدم كل ما تتعلق على الحوائط في البيوت، يدي لمسه جماليه في البيت، عندك كورنر عايزه يبقى بمنظر اقوى واحدث واجمل. بنقدم تشكيله كبيره من الانتيكات والتحف الخشبيه. الخشب كله زان وكبس بلدي قبل كسه، وداخل فيها الاضاءات والاندايركت لايت والازاز الفوميه، كل الحاجات دي في شغلنا. المعرض يستمر لمده 10 أيام حتى يوم 10 يونيو الحالي، وياتي ضمن المبادره التي اطلقتها الدوله منذ عام 2016 تحت شعار صنع في دمياط، وذلك لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة ودعم العاملين بهذا القطاع وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم، مما يساهم في استعادة مكانة الأثاث الدمياطي الذي اشتهر بجودته وتميزه منذ عقود طويلة بالأسواق المحلية والعالمية. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. تابع محافظ قنا أشرف الدودي عمليات توريد القمح بصوامع مدينة قنا المعدنية، وذلك للاطمئنان على سير العمل وجودة ونقاء القمح المورد. وأشار محافظ قنا إلى توريد 157,394 طن في جميع الصوامع والشون ومراكز تخزين الغلال بمختلف المدن بنسبة 69% من إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة، مضيفا أنه يتم أخذ عينات من جميع شحنات القمح التي تصل إلى مراكز تخزين الغلال بهدف تحديد درجة نقاء القمح طبقا لما أقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية. واحنا على طول باستمرار كتنفيذيين بنتابع تجميع وحصاد القمح
ومن المزارعين. وطبعا احنا الحمد لله بفضل الله احنا وصلنا دلوقتي حوالي 157 الف طن في محافظتنا، ونتوقع ان شاء الله ان احنا نوصل ل 200 الف طن في خلال الشهر القادم. بالنسبه للقمح، القمح متوفر بره في الاسواق وعند جميع المزارعين، وبنجيب الكميات هنا نوردها هنا في الصومعه. في طبعا هنا استقبال من بدايه من مدير الصومعه ومن اللجنه وامن الصومعه، موفرين لجنه الاستلام والفرز هنا، موفرين كل التسهيلات لينا في عملية الفرز. لو كل المزارعين بتوع سلموا نسبة الأقماح بتاعتهم، إن شاء الله مش هنحتاج إن احنا نستورد من أي دولة تانية، ولا حتى نضطر إن احنا نستورد بالأسعار اللي فيها زيادة السنة دي والحرب الأوكرانية الروسية اللي هي رفعت الأسعار. وجه محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة بنظافة الكورنيش البحري بالمدينة وإزالة الرمال ونظافة الشاطئ وصيانة المقاعد ودورات المياه. وخلال تفقده الكورنيش البحري بمدينة العريش، شدد المحافظ على رفع مستوى الخدمات والمرافق العامة ونشر وتوزيع الخدمات على امتداد الشواطئ، موجها بمنع الخيل والجمال من التواجد على الشواطئ. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة، تقدمه لنا رغدة أبو ليلى. شكرا لكم آية الكفوري وصحر نادي. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. وجه مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في ختام أعمال الاجتماعات السنوية الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للرعاية المصرية للاجتماعات السنوية للبنك. وأشاد البنك الإسلامي بكفاءة جميع الوزارات والدوائر الحكومية المختصة بما اتخذته من تدابير ممتازة، وما أبدى كل الموظفين المنتدبين للاجتماع من تفان، وما بذلوا من جهود طيبة لإنجاح هذا الاجتماع السنوي. اختتمت فعاليات الدورة السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت بشرم الشيخ خلال الفترة من 1 حتى 4 يونيو الجاري. وخلال المؤتمر الصحفي الختامي، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إن الاجتماعات تكللت بالإعلان عن إطلاق ائتلاف شركاء التحول الأخضر. وأضافت هالة السعيد أن الائتلاف يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصري في مجالات الطاقة والنقل وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات والتنمية العقارية والتمويل المستدام والعمل الأهلي. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاجتماعات السنوية للمجموعة تكللت أيضا بتوقيع 13 مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء بمختلف المجالات الحيوية، بالإضافة إلى نحو 50 وثيقة تعاون بين مجموعة البنك والدول الأعضاء الأخرى. في أسواق المعادن، النفيسة، حيث صعدت أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوى في شهر مع تراجع الدولار ليسجل المعدن الأصفر 1871 دولارا للأوقية. أما محليا فقد وصل عيار 18 إلى 864 جنيها للجرام، أما عيار 21 فوصل إلى 1008 جنيهات للجرام، عيار 24 وصل إلى 1152 جنيها للجرام، أما أخيراً الجنيه الذهب فوصل إلى 8064 جنيهاً. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط مدعومة بتوقعات بأن قرار أوبك بزيادة المستويات المستهدفة من الإنتاج لن يزيد كثيراً من المعروض في الأسواق العالمية. وارتفع خام برنت بنسبة 1.8% ليستقر عند 119.72 دولارا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنسبة 1.7% إلى 118.87 دولار. أما أسعار المازوت فقد ارتفعت عالميا بنسبة 2.96% لتصل إلى 34.30 دولار للتر.
في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 45% لتسجل 58% دولارات لكل مليون وحدة حرارية. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن أسعار المستهلكين بكوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 5.4% في مايو مقارنة بالعام السابق، مما أثار مخاوف بشأن ارتفاع التضخم. وسجل مؤشر أسعار المستهلك أسرع زيادة فيما يقرب من 14 عاما منذ أغسطس 2008. وارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 8.3% في مايو مقارنة بالعام الذي سبقه. كما ارتفعت أسعار المنتجات النفطية بنسبة 34.8%، وارتفعت أيضا أسعار المواد الغذائية المصنعة بنسبة 7.6% الشهر الماضي. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى آية وصحر، إليكم. شكرا رغد. ارتفعت حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن مساره قرب منتجع في منطقة الألب البافارية بجنوب ألمانيا إلى 5 أشخاص. ويعمل المحققون على تمشيط موقع الحادث بحثا عن ضحايا وعن أدلة لكشف ملابسات خروج القطار عن مساره. هذا وتعود أكثر حوادث القطارات الدموية في ألمانيا لعام 1988 عندما خرج قطار فائق السرعة عن مساره، مما أسفر عن مصرع 100 شخص. لقي شخصان مصرعهما جراء الأمطار الغزيرة المرتبطة بمرور الإعصار أغاثا الذي ضرب العاصمة الكوبية هافانا ومقاطعة عدة. وذكر معهد الأرصاد الجوية الكوبية أن أمطارا قوية وغزيرة فضلا عن عواصف رعدية أثرت على المناطق الغربية والوسطى من كوبا مع هطول أمطار متراكمة. ومن الأعصير إلى أخبار الرياضة في هذه النشرة مرة أخرى مع رغدة. شكرا لكم. والآن مع الأخبار الرياضية. أهلا بكم من جديد. أكد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر أنه يرغب في منح الفرص لبعض العناصر الجديدة في ودية كوريا الجنوبية المقرر إقامتها يوم 14 من الشهر الجاري. وقال جلال خلال مؤتمر صحفي على هامش ميران اليوم استعدادا لمباراة الغد أمام غينيا أنه يرغب في منح فرص لبعض العناصر الجديدة مع الحفاظ على القوام الأساسي. كما أشار جلال إلى أن مباراة غينيا مهمة وأن كل فرق مجموعة المنتخب صعدت لأمم إفريقيا من قبل، مؤكدا أن منتخب مصر سيلعب بطريقة مختلفة. يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم استعداداته لمباراة غينيا المقررة في 9 من مساء الغد على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار. يسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز خلال مباراتيه ضد غينيا وإثيوبيا بالجولتين الأولى والثانية لتعزيز موقفه بالتأهل لكأس الأمم الإفريقية المقبلة والتي يحمل الرقم القياسي في الفوز بلقبها 7 بطولات. في أولى مبارياته بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 يستضيف المنتخب الوطني نظيره الغيني على استاد القاهرة الدولي، ويلعب منتخب الفراعنة اللقاء تحت قيادة المدرب الوطني إيهاب جلال لأول مرة عقب توليه المسؤولية خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش. ويسعى المنتخب الوطني الذي يحمل الرقم القياسي في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية بواقع 7 مرات إلى افتتاح مشواره بالتصفيات بأداء قوي وتحقيق النقاط 3 قبل مواجهة إثيوبيا خارج الديار في الجولة 2.
هذا ويدخل منتخب مصر اللقاء بصفوف مكتملة بعد انضمام قائد المنتخب لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ومشاركته في التدريبات، بينما تأكد غياب المدافع أحمد حجازي الذي يستكمل برنامجه التأهيلي في إسبانيا على أن تتم متابعته خلال هذه الفترة، حيث ستتم الاستعانة به لخوض مباراة إثيوبيا في حالة التأكد من سلامته وجاهزيته التامة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة حارس المنتخب محمد الشناوي، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا وعدم مشاركته في التدريبات. وضمن مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023 بكوت ديفوار، تعادل منتخبا ناميبيا وبوروندي بهدف لمثله بالمباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في حين فازت غامبيا هدف نظيف وتعادلت النيجر وتنزانيا إيجابيا بهدف لهدف. هذا وتقام الآن خمس مباريات أبرزها الجزائر وأوغندا والسنغال وبنين. إلى عالم التنس، حيث أكدت البولندية إيغا تشانتاك المصنفة الأولى عالميا فرض سيطرتها على منافسات تنس السيدات، وتفوقت 6-1 و6-3 على الأمريكية الشابة كوكو جوف لتحرز لقب بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثانية بثلاث سنوات. بتلك النتيجة حققت تشانتاك البلغة من العمر 21 عاما 35 فوزا متتاليا، وهي أطول سلسلة انتصارات منذ فينوس ويليامز في عام 2000. كانت اللاعبة البولندية قد انتزعت صدارة التصنيف العالمي عندما اعتزلت الأسترالية أشلي بارتي بشكل مفاجئ بمارس الماضي. نهاية الأخبار الرياضية، عودة إلى أيال كفوري وصحر نادل. شكرا لك رودة. والآن نتحول إلى أخبار الطقس والأرصاد الجوية مرة أخيرة مع رودة. شكرا لكم. والآن مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. أما هذه فهي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 36-23 الطقس حار، الإسكندرية 29-22 مائل للحرارة، مطروح 28-20 الطقس معتدل، بورسعيد 28-22، الإسماعيلية 36-21. أما عن السويس ف 36-21، العريش 30-21، طابة 34-22، شرم الشيخ 37-26، الغردقة 37-26، الأقصر 42-24، أسوان 42-26 الطقس شديد الحرارة، الوادي الجديد 42-26، شلاتين 40-26، أخيرا حلايب 35-23. الآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية. أما الآن فمع لقطة اليوم.
ومن أبرز لقطات اليوم إلى عناوين النشرة. الرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية. بمشاركة القوات المسلحة ختام فعالية التدريب البحري المشترك الموج الأحمر 5 بالمياه الإقليمية السعودية. إيطاليا تقول إن الحرب العالمية للخبز قد انطلقت بسبب منع تصدير القمح الأوكراني. بهذه العناوين انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة ما زالت مستمرة معنا ومعكم ودينا عبد الكريم. أهلا بك دينا. أهلا بك يا دينا. أهلا بك سحر وأهلا بك آية، مبسوطة أكون معاكم النهاردة. مساءكم خير، أنا جاية ضيفة كده النهاردة، وإن شاء الله يوسف يرجع بكرة بالسلامة بإذن الله. بالتوفيق إن شاء الله، مش عايزين ناخد من وقتك، اتفضلي. شكرا ليكم وشكرا لكل فريق نشرة التاسعة. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة.